بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أرجوكم نبي شوي نركز على الحلقات الفكرية والحلقات الاجتماعية. والله إخواني الأفاضل، إن تنظيف العقول والتوعية أفضل من إن إحنا نتكلم عن الحكومات ونتكلم عن الحكام. نعم، إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أنا لا أغفل هذا الشيء، ولكن في مفاهيم خاطئة كثيرة موجودة عند شبابنا لابد أن احنا نركز عليها. فأرجوكم نشر هالحلقات، والله أنا عندي الحلقات هذه تنتشر أفضل من احنا كوهينو مهينو بلحة وهذول. يعني الأجيال لو وعت راح يصير التغيير عاجلا أم آجلا. أخواني الأفاضل، في سؤال صراحة وردني عدة مرات وردني هذا السؤال أخواني الأفاضل. هذا أخونا العزيز الفارس الفضي: بس يا دكتور، يعني ليش الأوروبيون بلادهم أحسن من بلادنا؟ خضراء وتفتح النفس ومناخهم أفضل، لا حر فيه، وعندهم الخيرات وتربتهم وتربة بلادهم خصبة ومتطورين في التكنولوجيا كثير، ونسائهم أجمل من نسائنا، وحكامهم أعدل الحكام، وحياتهم رفاهية بغض النظر عن الانحلال اللي عندهم، وهذا الشيء الوحيد اللي تتميز فيه، وبدأ يتآكل. المهم إخواني الأفاضل، هذا السؤال صراحة جاني عدة مرات من كثير من الشباب: ليش بلدان الغرب أفضل من بلاد المسلمين؟ ليش الجو أحلى؟ ليش التربة أحلى؟ ليش 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 هم متطورين أكثر منا؟ ومو بشخص واحد، عدة أشخاص، وقريت هذا كثير في التعليقات. أنا أقول لكم إخواني الأفاضل، إحنا عندنا شبابنا كثير منهم قاعدين يلحدون، قاعدين يكفرون بالله بسبب المشاكل اللي موجودة الآن في الأمة. فعشان كذا دائما أنا ناديكم بإعلام قوي 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 من أجل لا تخلوني خلوني أجاوب على السؤال إخواني الأفاضل. طيب، هل كلام أخونا الفارس الفضي صحيح؟ أنا أقول لك أخوي يا فارس، كلامك اسمح لي مع احترامي لك مش صحيح. ولكل شاب يقول والله إحنا بلاد الغرب أفضل منه، هذا الكلام مش صحيح. كل الحضارات، ركزوا على كلامي، كل الحضارات اللي قامت في العالم قامت وين؟ في الشرق الأوسط. معظم حضارات العالم قامت يا في بلاد الشام، يا في مصر، يا في العراق، يا في لبنان، يا في وين؟ في دول الشرق الأوسط أخواني الأفاضل. خلونا نمسكها خطوة خطوة. أنت الآن أخوي يا فارس تقول بلادهم خضراء. ارجعوا للحلقات، تقريبا 24 حلقة أنا سويتها عن بلاد المسلمين. في أحلى من اليمن؟ في أحلى من الجزائر؟ في أحلى من المغرب؟ في أحلى من تونس؟ في أحلى من الخضار اللي موجود في سوريا؟ سوريا، أهل سوريا، والله إخواني الأفاضل ركزوا على كلامي، أحلى خضرة وأحلى مناخ عندنا. عندنا الله عطانا الخضرة والجو الجميل عندنا. الغرب الآن لو بنتكلم عن الجو، فيهم اكتئاب من كثر الأمطار، فيهم اكتئاب من الضباب. روحوا لندن، هل لندن اللي كثير للأسف ميتين على لندن؟ لندن ممكن تتم 10-20-30 يوم، شهر شهرين ما تشوف الشمس. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا إحنا المسلمين بتنوع المناخ. أنت لما تشوف الشمس وتشوف المطر وتشوف الخريف وتشوف الربيع، أنت نفسيا ترتاح. تغير المناخي هذا يريح النفس. فمن ناحية المناخ الله عطانا أفضل مناخ. أخي العزيز يلي تشوفني الآن، خاصة ربعنا اللي في كندا، أرجوكم علقوا، عندي مشاهدين كثير في كندا الله يبارك فيكم. أهل كندا ممكن يتمون 6-7 شهور في الثلج، لا قادر يطلع، لا قادر يتنفس، لا قادر. يعني أنا يكلموني ناس من كندا يوميا ثلوج عندهم. في بعض الدول، أنا يعني أنا أقول لكم، مرة في تركيا رحت سفر تركي، انحبست 6 والله إخواني الأفاضل، انحبست 6 أيام في الشقة ما قدرت أطلع بسبب كثافة الثلوج، سيارتي غطتها، الثلوج غطت سيارتي، لا قادر أطلع ولا قادر أروح ولا قادر حتى أطلع سيارتي من كمية الثلوج الرهيبة. فتميت 6 أيام والله محبوس إخواني الأفاضل بروحي قاعد في الشقة 6 أيام، حبس انفرادي.
هل هذا موجود عندنا في الدول العربية؟ لا، في ثلج نعم. فأخوي العزيز، بالنسبة للمناخ أحلى مناخ عندنا، بالنسبة للخضرة أحلى خضرة وأحلى أشجار وأحلى حدائق وأحلى شلالات. وأرجع لحلقاتي، والله من أجمل وأروع الطبيعة موجودة عندنا في السودان في الصومال. كذلك أنت تتكلم عن تربتهم خصبة، أخوي الكريم هذا كلامك مش صحيح، مع حبي واحترامي لك يا فارس. السودان يعني عندهم مثل أنا نسيته والله، يقول لك بمجرد أنك أنت تقط البذرة الشيرة تطلع وإيش وتضرب راسك. عندهم مثل هم عارفونه، الأخوان السوداني ممكن يكتبونه. أفضل تربة للزراعة في السودان، في الصومال، في اليمن، في بلاد الشام. والله بلاد الشام الشباب اللي أنا كنت ناوي أزور سوريا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. يعني واحد يقول لي أنا لما أروح سوريا أو لبنان أحلى سلطة أحلى فواكه أكل. يا أخي هذا الكلام والله مش صحيح، الله عطانا أفضل النعم. كذلك أنت تقول هنا نسائهم أجمل من نسائنا، من قالك؟ من قالك يا حبيبي؟ اسألني أنا. طبعا لا تفهموني غلط على طول، بس أنت جايته بتعلق. لا اسألني أنا رحت يعني وعشت فيها. حول ولا قوة إلا بالله. احنا يعني عشت ورحت في بريطانيا، والله أخيس وأعفن البنات، والله تشوف جلدهم من كثر ما يأكلون خنزير لا يغرك الأفلام والمكياج. تقوا الله، أجمل نساء الأرض في دول الشرق الأوسط. ما بيحدد أسماء الدول عشان لا تزعلون علي، والله أجمل النساء عندنا في الدول العربية. وانتوا لاحظوا حتى يعني حتى شوفوا الهند وباكستان وهالدول، يعني لما يطلع منهم علمانيين يشاركون، أكثر من يفوز بمسابقات جمال العالم الدول هذه. والله أنا ما بقول لكم أحدد لكم الدول عشان لا يقولوا والله عبد العزيز أنت قاعد تغزل في بناتنا. أجمل نساء العالم، أنا خبير في الشؤون الاجتماعية، أجمل نساء العالم موجودين عندنا في الشرق الأوسط وبتحدي وفي كل حاجة. وإذا احنا راح نتكلم عن الجمال، احنا قلنا أجمل نساء في الأخلاق، في التعامل، في طاعة الزوج، في 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 والله إن المرأة المسلمة تنحط على الرأس، وخاصة المرأة العربية. ولكن أنت الحين يمكن تشوف المسلسلات والأفلام والخمة اللي قاعدين يشوهون صور سمعة المسلمات، ولكن أجمل النساء على الإطلاق موجودين عندنا. حتى هم تخيل أخي العزيز، والله المرأة البريطانية والروسية تقول تكلم لما يزورون واحدة مثلا عربية ولا خليجية ولا مثلا من دول عندنا الأخواننا في المغرب الكبير، يقولون احنا نتمنى لونكم. حتى اللون الله عطانا احلى لون، اللون الوسطي، لا بياض ولا غامق ولا، الله عطانا افضل لون. فكلامك اخي العزيز مردود عليه. كذلك انت تتكلم متطورين في التكنولوجيا شوف انا الان لاجل ان انا اختم الحلقة لا اريد ان اطيل. احنا نعم نعترف ان الغرب متطور في العلم أكثر منه، متطور في الاختراعات أفضل منه أكثر منه، لكن ما سألت نفسك ليش؟ الله غير المناخ وهذا وهذا وهذا، الله عطانا البترول، الله عطانا الغاز، الله عطانا المعادن، الله عطانا كنوز الأرض، الله عطانا الفضة، الله عطانا الذهب، الله عطانا اليورانيوم. أنا أقول لكم ارجعوا لحلقاتي، أرجوكم حلقات ترى مهمة، اللي هي 24 حلقة عن الدول العربية اللي تكلمت عن خيراتها وجمالها وحلاوتها، كل المعادن وكل الخيرات. ولعلمك أخي العزيز، احنا حكمنا العالم 1200 سنة. التاريخ اللي للأسف الكلاب الأنجاس قاعدين يزورون لكم التاريخ، ما يبينون لكم لما كانت الخلافة الإسلامية موجودة كنا نحكم العالم. أفضل المخترعين عندنا، أفضل المفكرين كانوا عندنا. احنا اللي علمنا الغرب، عطيناهم وزرعنا البذرة أنهم يبدون في تطوير العلم. عرفت أخوي؟ فكل الأشياء الجميلة الله سبحانه وتعالى عطاها للدول الإسلامية. فكلامك اسمح لي مش صحيح. فكر، أنا عارف الآن التعليم والإعلام قاعد يخوفنا من الخلافة داعش ماعش بل شنو ليش؟ لأنه يريدون أمة نائمة أخي العزيز. طيب شو المشكلة يا عبد العزيز؟ المشكلة أن إحنا
في الدول العربية محكومين من قبل حكام وحكومات مأمورين، ركز على كلامي، مأمورين بإبقائنا أمة نائمة متخلفة فقيرة، مشاكل، اضطهاد، حبس، كذا 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 كذا، خذ ما تريد خذ ما تريد. فالسبب في الحكومات، السبب في الأنظمة اللي تريد التخلف. ولا أنا بقول لكم حاجة، مصر والله أنا أقول لكم، أنا أقسمت لو مصر تدار من قبل حكام مخلصين، هذه مصر مفروض تكون أقوى دولة وأكثر دولة متطورة، رقم واحد في العالم، إيش رأيكم؟ وأغنى دولة مصر، الهبيشة الهبيشة يا حبيبي مصر. العراق، العراق أول علمكم ما غزا الأمريكان الأنجاز، العراق أول شيء بدأوا فيه قتلوا العلماء اللي متخصصين في أمور النووي والذرة والأشياء هذه، إيش رأيكم؟ وها كثير من الاغتيالات للعلماء سارت على مر التاريخ، أي عالم يطلع يجون الأمريكان، تعال إحنا بنتبناك، تعال عندنا بنعطيك جنسية بنعطيك بيت وبنعطيك وبنعطيك وبنعطيك، يعرضون عليهم إخوان الأفاضل مئات الألاف من الدولارات، مبربعنا مبربعنا هني اللي للأسف قاعدين يصرفون على رقاصات، يصرفون على والعياذ بالله ساقطات. فيجي هذا العربي لما يشوف بلاده تغلق الأبواب في وجهه، ويأتون الأمريكان يقولوا له والله هذا راتب 100,000 دولار، هذا بيت، هذه جنسية، فيضطر يروح يهاجر وللأسف يخدم أعداء الإسلام. عرفت أخوي العزيز؟ يعني أنا هذا الموضوع الآن دخلت في 11 دقيقة، إذا أنا بفسر لك إحنا مشكلتنا مش في ان والله بلادهم افضل، لا والله بلادنا افضل واحلى في كل حاجه. انت تتكلم عن البنات، احنا عندنا اسهل دين في الزواج، اسهل دين في العلاقات الاجتماعيه، احنا كمسلمين عندنا الاخلاق، عندنا التكاتف. والله اخواني الافاضل احنا فينا خير. انا اقول لك انت في بلاد الغرب لو تطيح في الشارع ما حد ينقذك، ما حد ينقذك، هذا اذا في واحد بينقذك بيتصل في الاسعاف. احنا والله انا اقول لكم لو عندي امكانيات لو اسوي لكم تجربه، خل واحد يطيح في دوله مسلمه عندنا، تلاقون الشارع كله تجمع يبي ينقذه. والله فينا نخوه، فينا اخلاق، فينا كنوز، فينا شرف، لكن حسبي الله ونعم الوكيل من الانظمه اللي تحكمنا بهدف ابقائنا متخلفين. الاختراعات، انا سويت حلقه مره في سوريا، تخيل في سوريا ايام حافظ الجحش، وهذه القصة قالها لي واحد موجود في نفس المنطقة، عندهم رجل كان عندهم واحد شاب مفكر عبقري، وسويت حلقة عن الموضوع من زمان، والله اخترع، جاب كرسي وعجلات واخترع مكينة وحط مروحة واخترع طيارة وطار، تخيلوا طار، والله طار، هالكلام اعتقد في اللاذقية او في نسيت اسم المنطقة في سوريا. والله يقول لي، يقسم لي هذا الرجل كان موجود عندنا في قطر سوري، يقول احنا شفناه طار، يقول على طول والله في نفس اليوم تقريبا، يقول بعدها بساعتين ثلاثة جات المخابرات وألقت القبض عليه. هالكلام يقول لي يا متى هالكلام، في سنة 1988 تقريبا، ويقول إلى الآن احنا مو عارفين وين. يعني في خمة أكثر من كذي؟ في حكام خونة أكثر من كذي؟ يلي بعض الأنجاز يدافعون عن بشار وعن أبوه المقبور الهالك في جهنم بإذن الله؟ في خونة أكثر من كذي؟ طالع لكم واحد مخترع طيارة تروحون تقطونه في السجن؟ والله يقول لي خذوا المخابرات ولحد الآن إحنا ما شفناه وين. يا أخي خذوا تبنوا، لكن عشان تعرفون إن إحنا أم لا، وأحلى شيء يقول لك إن نظام الأسد معادي لإسرائيل ويكره إسرائيل ويحارب إسرائيل. شي حارب يا حبيبي؟ حتى حجر ما رمى على إسرائيل يا أخي، لا إله إلا الله. عموما احنا نقصد طبعا فلسطين المحتله. الموضوع طويل اخواني الافاضل، لا اريد ان اطيل، ولكن هذه معركه وعي، لابد ان الشباب يفهمون، شبابنا لابد ان اللي قاعد يلحد واللي قاعد يكفر واللي قاعد للاسف يختار في الغرب لابد انه يعرف ان حضر. والله احنا لما المسلمين كنا كان الغرب عايشين في ظلام، كان الغرب يعني، خلوني ان شاء الله اذا في مجال واحد يستضيف من بعض المتخصصين في التاريخ يقول لكم تاريخ الغرب المظلم، تاريخ الغرب المظلم اللي كان يعتبر المرأة شيطان، تخيلوا كان يعتبر المرأة شيطان، وغير طبعا القذارة وال خلوني ساكت اخواني الافاضل، بدخل في 15 دقيقة، الموضوع طويل، ارجو ان الرسالة تكون وصلت.
أخي العزيز يا مسلم، بلادك أحسن، بلادك أفضل، بلادك فيها كل الخيرات، نسائك أجمل، أخلاقنا أحسن، كل شيء حلو الله سبحانه وتعالى أعطاه للمسلمين. لكن إذا إحنا الآن أسأنا استخدام الخيرات هذه، رقم واحد انتشر فينا الفساد والحرامية، أغفلنا فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة، المناصب صارت للمرتزقة وللحرامية، الموضوع طويل أخوان الأفاضل، فأكيد راح ينتشر عندنا التخلف. أتمنى رسالتكم وصلت.